مشاهدي القلب 2 مساء الخير واهلا فيكم من وين ما كنتم عم بتتابعونا الليلة الجمعة 12 تشرين الاول 2018. هلا صار وقت الربح اليومي مع لا ليبانيز دي جو يلي بتقدم لكم ثلاث سحوبات من الاثنين للجمعة، يومية 3، يومية 4 ويومية 5. ولكن قبل ما نبلش ونشوف شو معقول يكونوا الطابات لليلة، بدي رحب انا وياكم بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية استاذ محمد الحاج شحادي. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. ومباشرة بنبدأ أنا وياكم مع اليومية 3. حظ موفق لإلكم جميعاً يشو ما كنتوا مشتركين، وبانتظار أول طابة لسحب يومية 3 وبتحمل الرقم 4، طابة تانية، 2، والطابة الثالثة، 9. 429 أو 429. هودي هن الأرقام الرابحة لشبكة اليومية 3 لليلة. ألف مبروك للأشخاص يلي متكسين هودي الأرقام. إذا اخترتوا أنه يكونوا أرقامكم بالدور لتعرفوا قد بتربحوا معنا، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 400 مرة. هالمبلغ فيكون 500، 1000، 1005، 2000، 2005 أو 3000 ليرة. أما إذا اخترتوا أنه أرقامكم يكونوا حيلا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 70 مرة. ورح ننتقل أنا وياكم لليومية 4. أربعة، اثنين، تسعة، رجعوا نزلوا بالمكنة ورح نشوف أربع أرقام جديد، وهن أربعة، واحد، تسعة، والرقم الأخير صفر. 4190. هودي هن أرقام اليومية 4 لليلة. يلي متكس هودي الأرقام بالدور أو حيالله منقول له ألف مبروك. إذا كانوا أرقامه بالدور القيمة يلي دفعها بيضربها ب 4000 مرة. أما إذا كانوا أرقامه حيالله القيمة يلي دفعها بيضربها ب 150 مرة. وبنختم صحبتنا أنا وياكم مع اليومية 5. أول طابة رقم 3، طابة تانية، 1، طابة تالتة، 8، الطابة الرابعة، 6، والطابة الخامسة والأخيرة تحمل الرقم 0. 3 1 8 6 0. هودي هن الأرقام الرابحة لشبكة اليومية 5. يلي متكس هودي الأرقام بالدور ليعرف قد بيربح معنا القيمة يلي دفعها بيضربها ب 40000 مرة. أما يلي متكس هودي الأرقام حيالله القيمة يلي دفعها بيضربها ب 350 مرة. خلصوا صحوباتنا لليلة، وهلأ ضروري نرجع نتأكد منهم. معك أستاذ محمد، تفضل. صحبات يومية اليوم الجمعة 12 تشرين أول 2018، سحب رقم 686، الأرقام الرابحة يومية 3، 4، 2، 9، يومية 4، 4، 1، 9، 0، ويومية 5، 3، 1، 8، 6 و 0. شكرا لك محمد. ألف مبروك لجميع الرابحين، كونوا كتار لسحب التنين. باي باي.
مدينة اسطنبول الرائعة مرحبا هوش كالدنس. الحسناء بيلين كرهان هي ضيفتنا الرئيسية في حلقة اليوم. هل تعلمون أن المنافسة هذا الموسم تشمل 90 عملاً درامياً من بينها مسلسل القروية الجميلة الذي بدأ عرضه هذا الصيف وحقق حتى الآن نسب مشاهدة مرتفعة؟ مشاهد حصرية في كواليس مسلسل القروية الجميلة تتابعونها في إكسترا تركي. هالمرة المقارنة بين شابين كتير حلوين، ساتشكين أوزديمير وشكرو أوزيلديز. طبعا سألت الجمهور مين أخذ شعبية أكتر على التيفي. كيوت ذكية وحلوة، بيلين كرهان شخصيتها كتير حلوة وأي حدا حيشوفها حيحبها. عملت معها مقابلة وحكينا أول شي عن تمثيلها. Hamile nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Biraz zor. ليه اخترتي سياحة؟ يعني هلا أنت ممثلة فقبل درستي سياحة. ليه؟ Turizm otel işletmeciliğini aslında çok isteyerek seçtiğim bir bölümdü üniversitede. Okumaya başladığım andan itibaren 5 yıl boyunca okudum. Okumaya başladığım andan itibaren her yaz otellerde ve belli firmalarda staj yaptım. Staj yaptığım zamanlarda anladım ki turizm sektöründe kadın olarak çalışmak çok zor. Aslında iyi ki de çalışmışım, bunu deneyimledim ki bitirdikten sonra turizmin içinde aslında çok da yapamayacağımı anladım. Yani o konuda o kadar bilgi ve tecrübe edinmeme rağmen okurken de gene de doğru bir karar verdim düşünüyorum devam etmemekle. يعني كنت عم تعملي دعايات بعدها انتقلتي فجأة للتمثيل، فكنت مخططة قبل انك تمثلي ولا لا؟ İstanbul gerçekten çok pahalı ve zor bir şehir. Ve ben Ankara'dan gelen genç bir kız olarak burada tutunmaya çalıştım açıkçası. Ve aslında tamamen başta sadece ek para kazanmak amaçlı bir ajansa kaydoldum ve reklam filmlerinde oynamaya başladım. Hemen akabinde de zaten bir dizi projesi teklif geldi ama bunlar 2 ay içerisinde oldu. Yani ben 2 ay içerisinde hiç bu piyasayı ve dünyayı bilmiyorken 4 reklam filmi çekip bir dizi, üstelik de hani başrollerden biri olma teklifi geldi.